بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد. نتشرف نحن أعضاء اللجنة التنظيمية لتأسيس جمعية الخير للبقالة التقليدية بمراكش قاعة الزيت مرشي بافتوح، والتي اتفق كل تجار قاعة الزيت إجماع باختيار السيد عثمان برملوك رئيس للجمعية وتكوينه بتشكيل المكتب المسير الذي يهدف إلى الدفاع عن مصالحها. وهذا المكتب المكون من السيد عبد العزيز اليوسفي أنا وهو النائب عن الرئيس، والسيد محمد بوحميد كاتب العام للجمعية، كما ينوب عليه السيد علي اليوسفي، والسيد مصطفى مصحى أمين للصندوق ينوب عليه السيد يوسف برملو، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التجار الباقين واعتبارهم مستشارين لا تعقد العقدة إلا بهم ولا تحل إلا بهم. وهذا المكتب المسير الذي يهدف إلى الدفاع عن مصالح هذه الجمعية، عن مصالح كل أعضائها والرقي بظروف العمل وتمثيلها عند المؤسسات والإدارات، وهي جمعية مستقلة بذاتها وليس لها أي توجه سياسي أو حزبي أو نقابي أو ديني، والله ولي التوفيق.